مصدر المعلومة اللي تحاول انه يكون عندك. يا عمي في ناس ثانية، في طرق اخرى، ما صار هو إذاعة واحدة وتلفزيون واحد ومصدر الأخبار واحدة. يعني افتح النت وخذ لك، فلا تضطروا الناس انهم يلجأوا، او فلا تضطروا الناس الى الصدام، لان هذا الصدام ما من صالح، يعني لانه هذا الصدام ما من صالح اي مجتمع. احنا نؤيد الاختلافات، يعني نؤيد الاختلافات في الرأي، بس لا نؤيد الخلاف ونوسع الرقعة. يعني مثل الشعبانية في شهر شعبان، نصف شعبان، يجيك واحد أو واحدة ويقول لك لا والله هذه ما من عاداتنا. إذا أنت ساكن وسط جبال وسط وادي شارف كذاك، لا إلا ولا عليه، ما يعني أنه أن البقية مثلك. ترى في ناس تلاقى مع حضارات ثانية وتزاور وتشوف وتبحث وتسافر. موجودة هذه الشعبانية، موجودة في صور، في الباطنة، في مسقط، يعني لها مسميات أخرى، بعضهم يسموها الناصفة، بعضهم يسموها الناصفة. يعني احنا اكبر من ان احنا ندخل في هذا الجدال. عموما بالمختصر المفيد، كون العادة ما موجودة في مجتمعك، هذا لا يعطيك الحق انك تلغيها. مبارك عليكم الشهر، مع انها جاء متأخرة. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا وصالحات أعمالنا، وسامحوني على التطويل.